الفصل سنتحدث عن الوقاية من الحرائق وسنشاهد أمثلة لحالات تم التعامل معها من قبل الدفاع المدني قبل حتى أن يعرف أصحابها. المزيد بعد قليل. فتحركنا الموقع البلاغ ومن وصلنا الموقع تبين البناية أن اللي في البناية تقريبا اللي ساكنين الشقة نفسها مش عارفين أن في حريق عندهم في الشقة. أهلا بكم مرة أخرى لمن انضم إلينا الآن. يمكنكم دائما متابعة ما فاتكم من الحلقة بمجرد الدخول على موقع البرنامج ضمن الموقع الإلكتروني لمؤسسة دبي للإعلام www.dubaimedia.ae، حيث سيتم تحميل هذه الحلقة مباشرة بعد انتهائها. موضوع حلقتنا هو الصيف، هل هو موسم تزداد فيه الحرائق؟ وضيفي هو سعادة اللواء راشد ثاني المطروشي، قائد عام الدفاع المدني بالإنابة. سعادة اللواء، تكلمنا قبل الفاصل، قلت لي أن في أربع أشياء كانت سبب مباشر في أن الدفاع المدني في الإمارات يرتقي. ذكرت لي التدريب وتدريب الضباط، الكفاءات الضباط اللي موجودة أو القيادات، وقلت لي المعدات، وقلت لي أيضا المراكز، توزيع المراكز. إذا تكلمنا مثلا عن المعدات، التكنولوجيا، وأنتوا هدفكم الوقاية أكثر، يعني أهم بكثير عندكم، أهم شيء بالنسبة لكم الوقاية من الحريق. الحريق آخر شيء تتعاملون معه. التكنولوجيا ايش كثر ساعدتكم في انكم انتم فعلا يكون عندكم مستوى وقايه عالي من الحرائق؟ طبعا فيما يخص نحن استغلينا مثل ما يذكر الخدمات الالكترونيه المتطوره عالميا في تطبيق او في خدمه الدفاع المدني على سبيل المثال. طبعا نحن خدمه الدفاع المدني ب2000 ولا ب3 ما يقدر يغطوا لك البلد، ولكن تستخدم التكنولوجيا الحديثه. في السابق كان نظام يركب على أنظمة الإطفاء اللي موجودة في المنشآت اللي هي المرشات واللي هي يسمونها كواشف الدخان. أيوة. هذه تركب عليها أنظمة، لما يحدث الحريق وتبتدي هذه حرارية يعطيك إنذار في الدفاع المدني حادث حريق في المكان الفلاني. صح. ولكن هذا شفناه أن بعض الملاك أو بعض ما يلتزمون لا في الصيانة ولا يلتزم في عملية حتى عملية إغلاق أو فتح يغلق على كيفه. هني نحن كدفاع مدني إذا ما وصلتنا الإشارة كيف نعرف؟ طبعا استحدثنا نظام جديد، ويمكن تكون دولة الإمارات ودبي بشكل خاص ثالث دولة على مستوى العالم تطبق هذا النظام. النظام هذا مثل ما ذكرت سابقا أن نحن ما ننتظر الحادث الحريق، مدام الاشتراطات والأنظمة العالمية الوقائية اللي تركب في هذه المباني من مرشات ومضخات ومصاعد وخزانات مياه في حالة كفاءتها في حالة حدوث نار أو حادث حريق، هي تقوم بعملية الإطفاء الذاتي، هي تقوم بس لازم تكون مركبة. أيوة. بشكل صح، بشكل صحيح. هذا النظام يراقب هذه الأنظمة في حالة عطلها، في حالة عطلها حتى إذا في حالة عطل هذا السموك دكتور ولا الكواشف الدخان، الكواشف والمرشات والمضخة وحتى خزان الماء، إذا نزل نسبة الثلث عن الكمية اللي موجودة السائل فيه يعطيكم إنذار، يعطينا إنذار عن طريق الموبايل. وإذا واحد مثلا يدوخ جقارة وقرر أنه يسكر يوصل، لا سكر، حتى إذا سكر الجهاز يوصلنا مسج، يوصل أول شيء حق المالك ويوصل حق شركة الصيانة ويوصل حق غرفة العمليات وأقرب مركز إطفاء له. أيوة. هني خلال ثلاث دقائق غرفة العمليات تتأكد بالاتصال للمالك بالتليفون اللي موجود في السيستم، يعطينا ألارم في النظام، يتأكدون من عندك حادث حريق، يقول لهم لا والله أنا دخن ولا عندي دخان. يتأكدون منه. طيب. إذا ما رد عليهم خلال ثلاث دقائق هم متحركين. طيب خلينا نشوف هذا على أرض الواقع كيف يجري. في الماضي كانت سرعة التبليغ هي العامل الحاسم في التقليل من آثار أي حريق. في المستقبل إن شاء الله وبفضل مشروع الإنذار المبكر للحرائق راح تتغير المعادلة. نتابع. عادة ما نبلغ رجال الإطفاء عن حريق ما، إلا أن الحالة بدأ يتغير في دبي. جانا بلاغ من عمليات الإدارة عن حادث حريق وتصاعد دخان في بناية في منطقة الإكسيس. فتحركنا الموقع البلاغ، ومن وصلنا الموقع تبين البناية أن اللي في البناية تقريبا اللي ساكنين الشقة نفسها مش عارفين أن في حريق عندهم في الشقة. إذن لا تستغرب أن يفاجئك رجال الإطفاء ليبلغوك أن هناك بداية حريق في الغرفة المجاورة.
كل هذا ممكن بفضل غرفة العمليات المركزية لإدارة الدفاع المدني في دبي. في هذه الغرفة المجهزة بأحدث التقنيات والمرتبطة بآلاف المنازل والمنشآت يتم التعامل إلكترونيا مع إنذارات الحرائق عن طريق أجهزة في المباني مرتبطة بالغرفة تعطي الإنذار في حال أي تغير حراري في جو المبنى، حيث يقوم العاملون بالتأكد من جدية هذا الإنذار والتعامل معه. الغرفة الموجودة في جبل علي هي غرفة مراقبة وتحكم، نضمن التحكم بالمباني التي تم توصيلها بأنظمة الأنظمة الذكية، ونضمن أن هذه الأجهزة تعمل فعالية على مدار الساعة، وفي حال وجود أي خلل أو أي عطل أو أي حادث حقيقي يتم فورا تلقي البلاغ من غرفة العمليات ومن ثم التعامل مع البلاغ. حتى الآن تم ربط أكثر من 10,000 مبنى ومنشأة بهذه الغرفة المرتبطة بدورها بفرق الدفاع المدني المنتشرة في الإمارة، وهو ما أسهم في خفض نسبة الحرائق. بعد تطبيق هذه المبادرة وجدنا أن نسبة الحرائق قلت مما يزيد عن نسبة 44% في عام 2009، وتضمن كذلك سرعة اكتشاف الحادث، لأن سرعة اكتشاف الحادث وسرعة اكتشاف البلاغ يسبب في عدم تفاقم الخطر وبالتالي السيطرة عليه وتقليل حجم الخسائر. عملية مكافحة الحرائق لا تتوقف عند الإنذار، بل قامت إدارة الدفاع المدني بتوفير التقنيات اللازمة لتزويد غرفة العمليات بالمعلومات أثناء الحرائق، وهو ما يسهم في سرعة مكافحتها. نحن نستلم البلاغ ونتحرك مع المركز المختص إلى مكان الحادث، عندنا وصولنا هاي سيارة العمليات المتحركة، نغذي العمليات الرئيسية بالمعلومات الأولية عن نوع الحادث، حجمه، شو السيارات المحتاجة تكون موجودة في مكان الحادث. 50,000 منشأة ومبنى تم مسحها تمهيدا لربطها بهذا النظام الذي يشكل عنصرا مهما في رفع مستوى السلامة والأمان في إمارة دبي. هذا إذن التقرير عن غرفة العمليات المركزية. هذه غرفة العمليات توفر كل الأشياء اللي قلت لنا عنها، أن توفر لكم إنذار مبكر أو مباشر عن الأعطال، عن الأعطال، أعطال الأنظمة وفي نفس الوقت الحرائق يعني. طيب الحين توصلتوا لهذا النظام، لكن شو اللي يضمن إذا ما في رادع أن هذه المنشآت راح تلتزم بأن تنفذ تعليماتكم؟ أنت تقول له شغل هذا مثلا النظام، شغل سموك ديتكتر أو السبرينكلر أو كذا، إذا هو ما يلتزم وما في نظام لمخالفات واضح وصريح شو الفائدة؟ طبعا واجهتنا هذه المشكلة نحن في السابق، والحمد لله رب العالمين على المستوى المحلي في إمارة دبي تم اعتمادها من قبل ولي العهد، بحيث أن هذه تعتبر الرادع للمنشآت الغير منفذة لهذه. أنتوا تحررون المخالفات؟ نحن نحرر المخالفات، توصل المخالفة حتى 50,000 درهم، بحيث أن نحن شكلنا فريق سميناه المسح الميداني أو السلامة أولا على مستوى الإمارة، قمنا بالمسح الميداني على جميع المنشآت حسب مناطق الاختصاص، واكتشفنا بصراحة يعني أغلب المنشآت وأكثرها معداتها لا تعمل. وبهذا شو هي أبرز الأشياء يعني اللي واجهتوها؟ شو إيه؟ الأمثلة يعني. الأمثلة طال عمرك، أن أول شيء النظام لا يعمل. نظام شو يعني؟ نظام الإطفاء. النظام الإطفاء. سواء كان من المرشات ومن السموك دكتر والمضخة. المضخة أغلبية لا تعمل. هني قمنا بعملية إعطاء إنذارات. بالإضافة استخدام المنشأة لأمور غير مرخصة، يعني على سبيل المثال أن تخزن فيها مواد كيماوية أو تخزن فيها بعض المواد القابلة للاشتعال في غرف الخدمات، هي مو مرخصة. بالإضافة أن أغلب المستودعات يقومون بعملية عمل سكن لموظفينهم، يعني تستخدم المنشأة غير المرخص لها. هني هذه أغلبية مخلفات، وفي نفس الوقت المستودعات وفي حسب قانون المحلي اللي موجود أن يكون هناك ارتداد بين المنشأة والجدار، او يكون في 10 قدم ارتداد. طيب انا فقط اخشى من شغله، ان نحن نزيد الكلفه على الناس وعلى اصحاب الاعمال في ان نحط لهم لستة مطالب وكود مثلا معين ويزيد عليهم الكلفه. هل في شيء يضمن ان الجماعه هذا لو التزموا بكل ما تنص عليه اللوائح عندكم انتم ما راح يخسرون كثير؟ بالعكس، ما عليه كلفة ولا شيء. لا قصدي طفايات حريق وسبرينكلرز وتصاريح هاي، وكذا. هاي تعتبر من الأساسيات. صحيح، ما اختلف من الأساسيات.
يعني على سبيل المثال ان المنشآت اللي ما فيها أنظمة هذه نفرض عليها ان يركبون النظام، لان مثل ما ذكرت لك انه يعتبر رجل اطفاء موجود في هذه المنشأة. وفي نفس الوقت نقطة وظيفة اللي هو سوء التخزين، سوء التخزين في المناطق المحظورة اللي هي العشرة قدم هذه. لما رجال الإطفاء بيقوموا عملية الإطفاء نحصل أو نتفاجأ بتخزين مواد أغلبية تمن، وهذا يصير في البيوت يعني مو بس يصير في البيوت وفي أيوة طبعا الريسك اللي موجود في المبنى طبعا نحن دورنا كدفاع مدني حماية الأرواح والممتلكات، وهذه الممتلكات تكلف يعني خسائر كبيرة جدا. صحيح. طيب بعد الفاصل سنتحدث عن الوقاية.